ومثل كل سنة ينعقد مؤتمر دافوس بسويسرا بحضور عدد كبير من قادة العالم، حيث تناقش فيه قضايا جدية وتعقد فيه اجتماعات طويلة. اللافت هذه السنة هو تألق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لسبب مهم. الجوارب التي لفتت الأنظار فعلا فكانت باللون البنفسجي الفاقع وعليها صور لطيور البط باللون الأصفر. وارتدى ترودو هذه الجوارب خلال اجتماع حول أهمية التعليم في تمكين النساء والفتيات. هل تؤيدون هذه المواقف ضمن المؤتمرات العالمية؟ شاركونا آراءكم.